صباح الخير عليكم، نتمنى تكونوا مزيانين. اليوم غنخدموا دو براسلي. بالنسبه للماتيريال اللي نحتاجو هاد لي بيرل مقاس ديال 8. عندي هاد الحجيره باش نزوق بها. خديت هاد لي بول دوري كبارين، عندي هاد لي بول دوري صغارين، وعندنا لاستيك جبده اللي غنخدموا بها. دونك نقطعو لي يكفانا و عندنا نعمر بيرل بيضاء، بيرل دوري، بيرل بيضاء، بيرل دوري، مقمشة بهذا الترتيب. بيرل بيضاء، هاد لي براسلي كيجيو جوج كيتلبسو مع بعضهم. شحال عملت هنايا؟ 3 6 7. نعمل هنايا 3 د هاد لي بول دوغي. فوالا، ونرجع نكمل بيرل بيضاء، بول دوغي، بيرل بيضاء، بول دوغي، حتى كنوصل لقياس اليد ديالي. فوالا، نزيد وحده بيضاء وحده دوغي. فوالا، هذا بالنسبه للبغاسلي الاول. كنشد جوج، ثلاثة. بالنسبة لهذا اللاستيك 3 كافين. خلي شوية على العقدة وكنقطع. فوالا، هذا بالنسبة لبغاسلي الأول. بغاسلي الثاني هاتشو كده قطعت شوية، معليش يكفى. انا كنستعمل ليبرا. ونفس الطريقة هنعمل بيرل بيضاء، بيرل دوري، وحدة بيضاء، وحدة دوغي، وحدة بيضاء،
انا من الوحده واحد البول دوغي كبيره، نعمل هاد الحجيره هادي، نعمل بول دوغي كبيره، ونكمل عاود بنفس الطريقه. حتى بيضة حتى دوغي، حتى بيضة دوغي، طبيتا طوغي، غنشوف واش سي بون. دونك باقي نزيد نزيد واحدة الأخرية دوغي بيضة، دابا صافي. كنعقد وكنقطع هاد العقدة، كتجي مخبعة كتخبع في لابيرل. فوالا لي بغاسلي ديالنا كيجيو على هاد الشكل. فنتمنى يكونوا عجبوكم، ونتلاقاو فيديو مقبل ان شاء الله.